الميت سموه شهيد، المجروح صار قضية مطلبية وحزين وكبنية الله انه ضل عايش، والمفقود هو اللي ضل معلق واللي ضل مخلى هيدي الجريمة اللي ارتكبت على مدى 15 سنة حاضرة بواقعنا كشباب عشناها أطفال وفاكرين حالنا عم نصنع الغد. وقتها بلشنا أساساً ما حدا منا كان مفكر، لا أنا ولا حدا تاني، إنه رح نبقى 40 سنة عم تجرجر قضيتنا وعم يجرجر وجعنا وعم نغضب ونبكي ونشتاق على اللي فقدناهن. نحن حاطين عدد أو بعض المحطات، لأنه إذا بدنا نعرض الأربعين سنة بدها حيطان المدينة كلها تتساعة، بس وصلنا بالأخير وبطلوع الروح قدرنا ننتزع قانون كرس حق كل عائلة تعرف شو صار بمفقودينا. وهيدا القانون كلفنا 36 سنة، يعني القانون صار عمره 4 سنين ونص، قانون 105 تاريخ 30/11/2018. قدرنا نستصدر أول مرسوم تطبيقي له يلي هو قضى بتشكيل هيئة الوطنية المستقلة اللي عندها مهمة، عندها صلاحيات مبحبحة وعندها مهمة وحيدة يلي هي تقفي أثر المفقودين والكشف عن مصيره. لأنه نحن اليوم قطعنا مرحلة تأسيسية كتير مهمة، وضعنا خطة استراتيجية للفترة الباقية من ولاية الهيئة، وعملنا اجتماعات مع جهات ممكن تكون مهتمة بالقضية وداعمة، ونحن بانتظار ترجمة هذه الخطة عمليا على أرض الواقع. بشكل أساسي عم نحكي عن موضوع البيانات، موضوع المقابر الجامعية، موضوع البيانات الشخصية لأهالي المفقودين، و يعني بناء هيئة باعتبار أنه هي تكون مرجعية أساسية لقضية المفقودين على المستوى الوطني. الطائفة الفريدة اللي ضلت رفضت الصمت يلي فرض بعد إعلان السلام تحت واجهة إعادة الأعمار وحطوا كل شيء وراكم، فرضت مسيرتها وصلت إلى قانون، وبالتالي صار على المجتمع، صار كونه كلهم صرنا ضحايا، ما عادوا أهالي المفقودين وحدهم، فعلى المجتمع أن من مصلحته ومن واجبه أن يعمل على دعم هذه القضية وعلى الالتفاف حول الهيئة الوطنية كي تقوم بمهمتها.